الله 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 سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. الآية الأولى استمرار للآيات السابقة التي تلوناها في الليلة الماضية، بإضافة شيء آخر. الظالمون، الكافرون، المشركون، الطغاة على قسمين: قسم رؤساء وقسم مرؤوسون، قسم متبوعون وقسم أتباع. ككل حركة ضالة مضلة عادة هكذا يأتي واحد أو اثنين أو فرقة أو حزب أو مجموعة، هؤلاء يبدأون بإضلال الناس، بأخذهم إلى الطريق الخطأ، إلى الطريق المشين. هؤلاء يعبر عنهم القرآن بالذين يصدون، صدوا عن سبيل الله. سبيل الله هو التوحيد، سبيل الله الأخلاق الفاضلة، سبيل الله العدالة، سبيل الله المحبة، سبيل الله احترام الحق للآخرين. هذه كلها تسمى سبيل الله. أساس سبيل الله شنو؟ العقائد الصحيحة. بعد العقائد الصحيحة الأفعال الصحيحة: الكرم، السؤدد، العفو، محبة الآخرين، التودد للأرحام، إعانة الضعفاء. هذا يسمى سبيل الله. هؤلاء الرؤساء يصدون عن سبيل الله، يعني يشجعون الناس على الكفر، على الشرك، على عبادة الأصنام، على عمل كل قبيح. طيب العدالة ماذا تقول؟ إذا الإنسان عادل، حاكم عادل، هل يفرق بين الذين يصدون عن سبيل الله وبين الأتباع؟ الهمج، الهمج الرعاع. مثلا إذا نريد أن نمثل مثالا، فرعون كان من الذين يصدون عن سبيل الله، هو وهامان ووزراؤه والمجموعة الحاكمة في مصر، والأتباع الأقباط كانوا أتباعه يتبعونه. فعادة لا يمكن أن لا نميز بين هذا القسم وهذا القسم. من باب مثال، مثلا إذا واحد خدع مجموعة لتسميم الناس، يجعلون سم في أكل الناس،
عمال يجيبهم يقول سووا، يعطيهم فلوس مثلا، ولكن الأمر بيد الرئيس اللي دا يسوي هذا الشيء. الحكومات العادلة، المحاكم العادلة ماذا تصنع؟ حتما تعطي عقاب للمؤسس، للرئيس، للذي جاب بالسم، للذي أمر، للذي أعطى فلوس، وهذا العامل هم يسجن، ولكن هذا منفذ. الأصل ذاك، كل الظالمين في الدنيا، كل الطغاة، كل الكافرين المشركين، هؤلاء على قسمين. مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صناديد قريش هم الذين كانوا يأتون بالعبيد، بالمستضعفين، ويضحكون على عقولهم أن هذه أصنام لازم تعبدوها حتى يرتبون وضعهم الاقتصادي والمصلحي في مكة. العقل والعدالة تقضي أن عقاب هذا لازم أن يكون أكثر من هذا. يوم القيامة يوم العدالة أيضا هكذا، والله عادل لا يظلم أحدا. الآية تشير إلى هذا المعنى، وهذا معنى عقلي وعقلائي، كل العقول تقبل هذه المعادلة وكل العقلاء يقبلون. الأحكام الشرعية، العقوبات الشرعية أيضا هكذا، يجب أن تكون موافقة للعقل، موافقة للعدالة الاجتماعية. الآن أقرأ الآية مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات السابقة خلنا نقرأها مرة ثانية من الليلة الماضية. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني الكفار يوم القيامة يشوفون الزعماء مالهم أو الأصنام، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، هذول اللي خدعونا، احنا ناس مستضعفين كنا، ما نفهم، جهلة. الذين كنا ندعو من دونك، هذول الرؤساء الطغاة ودونا بداهية. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. الله يلقي إليهم، يعني إلى الصناديد، إلى حتى إلى الأصنام، حتى الأحجار، يقول أنتم كاذبين، أنتم كنتم مقصرين. هذا شنو يعطي؟ يعطي جدا معلومة مهمة قرآنية، أنه لا يمكن للهمج الرعاع أيضا يقولون إحنا ما عندنا ذنب، إحنا جهال كنا. مرة كان جاهل قاصر أصلا ما يفهم شيء، ذاك بحث آخر، يوم القيامة يمتحن. أما ما تقدر تقول هذا مو مقصر، يعني أعوان الظلمة مو مقصرين، اترك شغلك روح على شغل ثاني. أعوان الظلمة يعينون الظلمة. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول، يعني الملائكة يلقون إليهم القول إنكم لكاذبون، أنتم مقصرين. هذا المن للمستضعفين منهم، يعني الذين اتبعوا، وكلهم شي يسوون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام، كلهم يستسلمون هناك، لأن كل الأمور واضحة في يوم القيامة، ماكو شيء مخفي بعد. وظل عنهم ما كانوا يفترون، بعد كذبا ما يفيد، ظل يعني تاهى، لا يفيد الافتراء والكذب. هاي الآية السابقة. هنا في هذه الليلة يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هو كافر ويجعل الناس كافرين، يعني رؤساء هذول، طغاة هذول المجموعات التي، ومع الأسف الآن مثلا في عصرنا الحاضر، الذين يرتبون مجالس اللهو والقمار والفساد والفسق والفجور. خب الناس متروح، بعض الناس يروحون، ذنب من أكبر وأعظم؟ الذي يؤسس. هذا مرة مرتين يروح، بعدين ما عنده فلوس ما يروح مثلا.
أو يتوب. أما ذاك لا، ذاك مسوي محل لإفساد الناس، هذا ذنبه أكبر. فكيف بالكفر والإلحاد وعبادة الأصنام وهالأمور؟ والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صد يعني منع. هذا الإنسان يريد يروح المسجد، يقول لا تروح، شنو المسجد بابا يا ذولا. يريد يروح إلى زيارة العتبات المقدسة يمنعه، يصد. يريد يروح للحج يصد، وهكذا. كل شيء يطلق عليه سبيل الله، يعني الطريق الذي يؤدي إلى معرفة الله، إلى عرفان الله، إلى عبودية الله، إلى عبادة الله، من العقيدة، من الصلاة. حتى نقدر نمثل بعض الناس مثلا، هو ما يريد يدفع للمشاريع الخيرية، يمنع الآخرين أيضا، يمنعهم. أنا شايف يمنع. بابا هسه أنت ما تريد تدفع، لماذا تمنع الخير؟ القرآن يعبر عنهم مناع للخير، معتد أثيم، مناع يمنع. هذا عقابه كبير. سبيل الله كل عمل يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، يشمل العقائد ويشمل جميع الأعمال الخيرة. هؤلاء الطغاة الرؤساء هذولا ما يسمحون، ما يخلون، يمنعون أن يأتي أحد إلى سبيل الله. طيب هذولا شنو عقابهم؟ يقول زدناهم عذابا فوق العذاب. كل عقل يقبل هذا؟ طبيعي اللي يريد يسوي المجتمع فاسد عقابه أكثر من الذي يتبعه. كل العقول، كل المحاكم العادلة تقبل هذا. زدناهم عذابا فوق العذاب. ليش؟ بما كانوا يفسدون، مو يفسدون، يفسد. فسد يفسد يعني هو فاسد. أفسد يفسد، الفعل ما تخليه في باب الإفعال يصير تعدي، متعدي يصير. يفسد لازم يعني شنو؟ يعني هو يفسد. مثل يطهر ويطهر، يطهر هو يطهر، يطهر الآخرين. الماء يطهر الإنسان من النجاسة. هؤلاء يفسدون يعني يأخذون الناس إلى الفساد، يجرون الناس إلى الفساد. لأنهم يفسدون عذابهم أكثر، وهذا واضح بعد. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن سنة سيئة فله وزرها أو مثلا عقابها، كم حديث أكو، ووزر من عمل بها قاطيا يأخذ عذاب. معنى ذلك اللي يؤسس للخير أيضا يأخذ شنو؟ ثواب أكثر. الذي يؤسس أو يصلح أو يأتي بالناس إلى الخير ثواب أكثر من ذاك اللي هو يتبع. هذا خلصنا منه، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة نستجير بالله منها. أيضا مشهد آخر تأكيد للمشهد الذي شرحناه في الليلة الماضية، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. كل أمة لها شهيد. أمة موسى شهيدها موسى عليه السلام، أمة عيسى شهيدها عيسى المسيح عليه السلام، أمة إبراهيم شهيدها إبراهيم. من أنفسهم، ليش من أنفسهم؟ عفوا، من أنفسهم لأنه عايشهم، كان وياهم، كان يزاول أعمالهم، يشوفهم، يأتي ويشهد عليهم أو لهم. وشرحنا الليلة الماضية أن الله عليم بكل شيء، بس هذا مشهد عجيب، أنه يوم القيامة الإنسان يفتضح. أي أسامي كثيرة أقول ليوم القيامة في القرآن، يوم تبلى السرائر، يوم فلان. واللي نقدر احنا نخاف منها يوم الفضيحة، يوم الفضائح، يعني كل الحقائق تتجلى وتظهر.
والملائكة تشهد والجلود تشهد كما قلنا، الأيدي تشهد، الأرجل تشهد، الأنبياء يشهدون على أممهم. وجئنا بك، بك من؟ يا رسول الله صلوا على محمد وآل محمد. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذه عظمة. أكو تفسيريا لهذا، لهذه القطعة من الآية. وجئنا بك، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. شهيدا على هؤلاء يعني قومك احنا. وأكو تفسير آخر يعني الرسول المصطفى شهيد على كل الأنبياء أيضا. اللهم صل على محمد. ولذلك نحن نعتقد كما أشرنا أننا في كل عصر أكو شهيد علينا. آدم شهيد على حواء وعلى قابيل وهابيل وأولادهما وشيث إلى آخر. إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، هكذا إلى نبينا، إلى أئمتنا سلام الله عليهم. هؤلاء شهداء. تريد تقول أنه شلون؟ هذه بعد بتعليم الله، بقدرة الله. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن شهيد على أعمالنا. وليالي القدر تدرون بعد في الروايات الكثيرة أن حتى تقادير وتقديرات الأمم والبشر تؤتى بها إلى الإمام سلام الله عليه ويشهد علينا. إلى هنا قضية القيامة تنتهي في هذه الآيات. طبعا يمكن بعدين تجي في إلى آخر سورة النحل. هنا أكو عبارة اللي صاير مجال بحث قديما وحديثا. أقرأ بسرعة. ونزلنا عليك الكتاب. يا رسول الله نحن نزلنا عليك الكتاب. إذا قالوا الكتاب يعني القرآن. ألف لام شنو؟ قارين بعد ألف لام التعريف. إذا كلمة كتاب إجا كتاب نكرة. إذا إجت كلمة الكتاب إشارة إلى القرآن، يعني الكتاب المعهود، الكتاب المعروف عندك يعني القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا صاير بحث عليه، والآن كثير يسألون أنه شنو يعني تبيانا لكل شيء. أول نشرح الآية شوية، ترجمة يعني تبسيط، بعدين نأتي إلى الشرح. أربعة أشياء فيها. نزلنا عليك الكتاب، أول شيء تبيانا لكل شيء. أول خطوة للأنبياء شنو؟ البيان. إذا ماكو بيان ماكو ثواب ولا عقاب. يعني إذا النبي ما كان يوصل هذا القرآن إلى أمته، والأئمة لم يوصلوا القرآن إلينا، والمنظومة المعرفية لم تصل إلينا، بعد شنو يوم القيامة؟ شنو إطلابه حسب تعبيرنا؟ ما يقدر يطلبنا بعد. تبيانا يعني لازم بيان يصير. بس المشكلة في لكل شيء. أسأل أن أرجع لكل شيء. بعد أن يبين يصير شنو؟ وهدى. الهداية تحصل. الآن أنت لما تنصح ابنك تبين له أول شيء. تبيان مصدر من البيان. عجيب أنه كل المصادر التي على وزن التفعال، تفعال تبيان، كلها بالفتح. مثلا تكرار غلط، تكرار صحيح، كلها إلا اثنين، تبيان وتلقاء، تلقاء مدين. بس هالثنين بكسر التاء. هنا أيضا تبيان مو تبيان. تبيانا لكل شيء. فأول شيء الهداية، العفو، أول شيء الوالد يبين للولد الخير والشر. بابا اللي تروح مع هذا الصديق، اللي تقرأ هذا الكتاب، دير بالك تروح للقهوة، دير بالك اللي تختلط بالناس اللي مو زينين، لا تباوع على الصور القبيحة، وهكذا. تبيان. بعدين شو يصير؟ وهدى، هداية تصير.
إذا قابل، إذا ما عنده عناد يصير شنو؟ هداية. ثالثا ورحمة، لأنه يعمل الذي يبين له ثم يهتدي ثم يعمل بالهداية، الله يرحمه، تنزل رحمة الله عليه. بعد ذلك إشارة إلى القيامة وبشرى للمسلمين، بشارة تكون إلى المسلمين الذين أسلموا أمرهم إلى الله. الآن نجي على تبيان السؤال المطروح إخواني، أنه هل القرآن فيه كل شيء؟ مستحيل هذا، يعني فيه الفيزياء والكيمياء والحساب والهندسة والطب وكل العلوم وكل الفروع، هذا مو معنى. ليش؟ لأنه إحنا دا نشوف ماكو شكل شيء. أنت اقرأ من أول القرآن من سورة الحمد إلى سورة الناس، الأشياء الموجودة بها شنو؟ تأسيس العقيدة الصحيحة التوحيد، الإشارة إلى النبوة الأنبياء وإلى نبينا، الإشارة إلى الإمامة، الإشارة إلى صفات الله وأسماء الله الحسنى، حميد مجيد قادر حي قيوم إلى آخره صفات الله، الإشارة إلى المعاد، هذه يسموه شنو؟ المنظومة المعرفية للعقائد. بعدين شنو بها؟ بها بعض الأحكام، صلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إشارة إلى الأخلاق الفاضلة، إشارة إلى تاريخ الأنبياء، عبرة، موعظة، هذه تبيانا لكل شيء. يعني شنو؟ يعني حقيقة القرآن فيه بيان لكل شيء. هنا جوابان أكو، الجواب الواضح اللي نقدر بدون الإشارة إلى الآيات القرآنية الأخرى، أنه الأسس موجودة في القرآن مو التفاصيل، الأسس. يعني شوفوا في كل علم، أولا الكتاب، كتاب القرآن كتاب هداية مو كتاب تاريخ وجغرافيا وما أدري فيزياء كيمياء رياضيات، مو هذا، هذا شغل البشر. وحثنا القرآن على العلم والتعلم والاكتشافات فلان. إذا أكو إشارة إلى الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني في الكليات أكو من الطب، كليات أكو من بعض الإشارات إلى بعض الأمور الفيزيائية في الكون، أما التفاصيل للأمور هذه ماكو، لأنه كتاب هداية وموعظة مو كتاب علوم جغرافية وما أدري هندسة وطب. هذا أولا. ثانيا القواعد الأساسية موجودة في القرآن، القواعد الأساسية، يعني نقول لك حج أكو، أما تفاصيل الحج ماكو، صلاة موجود، أما كم ركعة، إذا شكيت بين الثلاث والأربعة شو تسوي، الوضوء كيف تتوضأ، كيف تمسح، هذه ما موجودة في القرآن. طيب إذا ما موجودة كيف نستدل إليها وعليها ونصل إليها؟ لازم نراجع بقية الآيات حتى نفهم شنو معناته، واللي ما يرجع إلى بقية الآيات هذا مفسر نقدر نقول ناقص. أنا مرة حكيت لكم أتصور في السنين السابقة أن التفسير الصح، أن التفسير الصحيح يرتكز على ركنين. الركن الأول كل آية اللي أنت شوية غامض عليك غامضة لازم تراجع بقية الآيات حتى تتضح. الآيات القرآنية العجيب فيها إحداها تفسر الأخرى، بس يحتاج واحد عالم، يحتاج يفهم الأمور يدرس، لا يأخذ بآية. مثلا مثلنا سابقا في السنوات السابقة، يقرأ آية يقول يد الله فوق أيديهم، شنو معناته؟ يعني الله عنده لا سمح الله العياذ بالله عنده يد، بس يأخذ هاي الآية ما يروح إلى الآيات الثانية، لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء،
إذن لازم يجيبها مع بعض حتى يثبت لك أن الله ليس بجسم. هذا أول خطوة في التفسير. ثاني خطوة في المتشابهات في الأشياء الصعبة، يجب أن يرجع لفهمها إلى محمد وآل محمد. ومع الأسف، ما أريد أجيب أسماء، ومع الأسف أنا عندي عشرات كتب التفسير من السنة والشيعة لا يركزون على هذين العنصرين إلا القليل، إلا القليل. التفسير الصحيح هو الذي يستند إلى القرآن بالقرآن وإلى الحديث حتى يتبين بدليل. الآن أقرأ لكم الأدلة. في سورة النحل قريناها: وأنزلنا إليك الذكر، الذكر يعني شنو؟ القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا القرآن كافي، كفانا كتاب الله، ليش النبي بعد لازم يبين؟ يعني هذه الآية لغو هذا؟ باطل؟ استغفر الله. يقول وأنزلنا إليك الذكر، هو يكفي بعد. القرآن أنزل من قبل الله على الرسول والرسول بلغ، وهذا القرآن لا تحريف فيه لا عند السنة ولا عند الشيعة، هذا الموجود صحيح. بس يقول لا، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني نفس القرآن يحتاج إلى شنو؟ إلى بيان، تبيانا لكل شيء. هذا معناته، مو أنت تأخذ القرآن وتفتي، ما يصير. أنت يا رسول الله لازم تبين. الآية الثانية: عيسى عليه السلام، عن لسان عيسى في سورة الزخرف آية 63: قد جئتكم بالحكمة. عيسى يقول لبني إسرائيل، لقومه: قد جئتكم بالحكمة. الحكمة يعني شنو؟ يعني الإنجيل، يعني النبوة. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني. يعني لازم نطيع من؟ لازم بني إسرائيل يطيعون نبيهم عيسى في التفاصيل، كما أنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في سورة الحشر آية 7. ليش؟ لأن أكو تفاصيل، لماذا أنت تطوف هكذا، لماذا تذهب إلى عرفات، لماذا تذهب إلى المشعر، كيف تأخذ الحصى، كيف ترمي رمي الجمرات، كيف تأتي إلى الصفا والمروة. بالقرآن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا هو. تفاصيل ماكو. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في آية أخرى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. النبي جاء يبين لكم. آخر آية بعد ما أطول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنا أتعجب حقيقة بعض الأوقات، أدوخ لما واحد يطالع يشوف كيف لا يفهم هذه المعادلة بعض الناس، وكيف يفهمون نفس هذه المعادلة عندما يقرؤون الفيزياء، عندما يقرؤون الهندسة، عندما يقرؤون الطب. هل ممكن واحد يريد يتعلم فيزياء يأخذ كتاب فيزياء ويقعد في بيته يطالع؟ ممكن هذا؟ لازم يروح إلى الجامعة، أستاذ وياه 7 سنوات، ما أدري 4 سنوات، يأخذ بكالوريوس، بعدين ماجستير، بعدين دكتوراه، حتى يمكن يفهم. ليبين، يعني المعلم يبين. الكتاب موجود خو. الآن بعض اللي يسوون طبابة
أقول له شلون أنت هذول اللي ما دارسين بالجامعات طب البديل مثلا، هذا طب البديل طبعا نقبله بشرط، بشرط أن يدرس، يدرس الطب البديل، يطب الطب الإسلامي يدرسه. هذا شو يسوي؟ يقرأ له كم كتاب ويفتي، يعطي دواء. يصير هذا؟ لازم يشوف معلم. الهندسة ممكن كتاب هندسي 50 كتاب هندسي أخذ في الهندسة تصير مهندس؟ مستحيل. حتى السوق، السوق لازم يروح يصير صانع، يتعلم شوية شوية، يتربى بالسوق حتى يعرف زوايا السوق شنو، شلون يشتري، شلون يبيع، من أين يشتري، من أين، كيف يبيع، بأي سعر، الأسعار شلون، التحويل شلون. هذا الفن، هذا البناء اللي يريد يبني بيت، البنة، المعمار لازم يدرس أو يتدرج عنده معمار، عنده بناء، وهكذا. شلون الدين هالشكل لعد على تعبيركم عيل عيل، ليش الشكل؟ لماذا أن الكتاب، الكتاب يعني القرآن وحده لا هذا كافي، كل واحد بكيفه يفسر، كل واحد بكيفه يفتي، ما يصير هذا. الآية تقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذه الآيات التي أردت أن أوضحها. طيب نرجع إلى الآية التي نحن بصددها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في هذا الكتاب، ولكن يحتاج إلى من يفتح المغالق، وهم محمد وآل محمد. تأييدا لهذا المعنى التي الذي شرحناه واستدلنا به من الآيات القرآنية، نقرأ كم رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه تبيانا لكل شيء. خب شلون نعد هذا؟ كيف؟ أنا ما أقدر أفهم كل شيء. أكرر، إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة، يعني في العقيدة، في الشريعة، في الفروع، في الأحكام، في الأخلاق، في السيرة، في إلى آخره، إلا أنزله في كتابه، هنا المهم، وبينه لرسوله. إذا أنزله في كتابه بعد بينه ليش؟ أكو رموز في القرآن، أكو بطون في القرآن، هذه خاصة للنبي، النبي يشرح. ولذلك نحن نحتاج إلى النبوة، نحتاج إلى الإمامة. إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا، أكو حدود في القرآن، مو حدود يعني تعزيرات قصدها، حدود يعني ضوابط أكو في القرآن. خب من يعرف هذه الضوابط؟ وجعل عليه دليلا، دليل هم الأئمة، هم الأنبياء، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أيضا حول بطون القرآن. القرآن له ظاهر وله باطن، الباطن أصلا لا نفهمه نحن، مو شغلنا، وللباطن باطن وللبطن باطن إلى 70 بطن. الذي يستطيع أن يستخرج من هذه البطون معلومات عجيبة هم فقط الرسول وأهل بيته. عن الإمام الصادق عليه السلام ما من أمر يختلف فيه اثنان، شوف يقول ما من أمر، ماكو شيء يختلف فيه الاثنان، يعني عن العقيدة، حول الأخلاق، حول الحقوق، حول أي شيء، حول الأحكام في المحاكم، ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله. شنو قلنا أول شيء؟ قلنا العمومات موجودة، الكليات موجودة،
إلا له أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال، فنحتاج إلى من يهدينا إلى ذلك. هذه الاستدلالات التي جمعناها من الآيات القرآنية، وأهمها هذه التي تلوناها عليكم، ومن الروايات. النتيجة شو نصير؟ النتيجة نرجع إلى الآية، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، يوم القيامة نبعث لكل أمة شهيدا من أنفسهم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، حتى لا يقولون هذا ما كان ويانا أصلا، هذا من الجن، هذا من الملائكة، الملائكة احنا ما شفناهم ولا نشوفهم، لا من أنفسهم، يعني بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أنت يا رسول الله، يا رسول الله شهيد، البارحة أتصور الشهيد بس بعجالة، الشهيد يجب أن يكون له صفات، الصفة الأولى العلم. إذا نقول المؤمنون شهود على غيرهم، أنا ما عندي علم، إذا أكون إن شاء الله مؤمن، كلكم مؤمنون، هل تعرفون أعماقي؟ لا. أنا أعرف أعماقكم، ضمائركم؟ لا. فيجب أن يكون له علم من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا عند النبي والإمام، هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون عصمة عنده، معصوم يكون، حتى يكون غير كاذب، عادل يكون، يمكن تنطلع عليه الأمور. اشتباه لا يسوي، أنا الآن إذا أريد أقيم شخص ما يخالف أقيمه، ولكن يمكن أن أخطأ، تقييمي غير صحيح. الأمور العادية إحنا نخطأ في الأمور العادية، فكيف بالأمور المهمة نخطأ؟ فيجب أن يكون معصوما لا يخطأ ولا يشتبه ولا تنطلي عليه الأمور، ويكون مقبولا عند الله، ولا يكون هل هذا إلا النبي وآل النبي محمد. هذا الدليل على أنه الشهيد يوم القيامة فقط الأنبياء والأئمة المعصومون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، شرحنا شنو معناته، خلاصته شنو صار، خلاصة تبيانا لكل شيء أنه الأصول الكلية، المفاهيم العامة وأصول الشرائع موجودة في القرآن، تفاصيلها بيد النبي والأئمة، تبيانا لكل شيء وهدى، أول شيء يصير بيان، بعدين يصير هداية، ورحمة عندما يصل الإنسان هذه الليالي، ليالي التبيان أن نقرأ القرآن، وليالي الهدى نهتدي بالقرآن، وليالي أن نطلب الرحمة من الله، وليالي البشرى إن شاء الله، إن شاء الله بالمغفرة. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، المسلمين مو معناته فقط للمسلمين احنا، يعني من آدم الى الآن اكو مسلمين، يعني الذين قبلوا هذه الهداية وعملوا بها فشملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. السيدة ما اجى ليجي، احنا نقرأ الموعظة الأخيرة وننصرف. عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله رضوان الله عليه، هذا دعاء أبي حمزة إذا صار وقت أقرأه. عن أبي جعفر عليه السلام، كان من أصحاب الإمام الباقر أيضا، قال لما، يعني من قال؟ الإمام الباقر، بس الناقل للرواية هو أبو حمزة الثمالي. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبوته، يعني أيام الأخيرة من حياته، واستكملت أيامه، أيامه بعد ما باقي، يوم يومين ثلاثة، هسه ما يقول متى، المهم أيام العمر إلى أجل، أوحى الله إليه أن يا محمد،
يعني جبرائيل نزل قال يا رسول الله خلص بعد أجلك قريب، أوحى الله إليه أن يا محمد قد قضيت نبوتك، أيام نبوتك خلصت، واستكملت أيامك، صار كمال أجلك يصل، فاجعل العلم الذي عندك، هذا إشارة إلى ما قرأنا تبيانا لكل شيء، فاجعل العلم الذي عندك، معناته أكو شيء غير القرآن، القرآن هو موجود بعد بيد كل المسلمين، كان نسخة من القرآن إلى الآن، إحنا في بيوتنا أكو نسخ من القرآن، فاجعل أكو علم غير القرآن، تفاصيل الشريعة، أعماق القرآن، بطون القرآن، علوم الأنبياء، كل هذا يسمى العلم، فاجعل العلم الذي عندك والآثار، الآثار أنا ما أدري شنو معناته، يمكن آثار الأنبياء التي بقيت من أيام السابقة، يعني مثلا عصا موسى مثلا، والآثار والاسم الأكبر، لأن النبي والإمام لازم عند الاسم الأعظم لله، بذاك الاسم يتصرف، فشنو صار؟ ثلاثة إلى الآن، فاجعل، جبرائيل أتى من قبل الله في آخر أيام حياة رسول الله يقول فاجعل العلم الذي عندك، علم غير القرآن يعني، والآثار، آثار الأنبياء يمكن، والاسم الأكبر، وميراث العلم ورثته من الأنبياء السابقين أيضا، وآثار النبوة، شنو آثار النبوة؟ غامضة، أكو شيء اسمه آثار النبوة، اجعلها في شنو؟ اجعلها في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب. هذا استدلال لهذه الرواية للذي قرأناها تبيانا لكل شيء. الجملة الأخيرة حتى نستفيد من سماحة السيد، فإني لم أقطع علم النبوة من العقب من ذريتك، أنا ما أقطع العلم، وهذا لطف من الله، استمرارية أكون، كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء، كل نبي إجا وصي مكانه أو نبي مكانه، الذين كانوا بينك وبين آدم، السلسلة مستمرة. نستقبل السيد الواعظ حفظه الله وشرح صدره، حقيقة البارحة استفدنا منكم سيدنا، بالصلاة على محمد وآل محمد. الله 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 الله.